أبو علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا مولاي، حياكم الله، يوفقك الله، سلمك الله، تفضل حبيبي. عندي مسألة، أبعد الأطفال شوي حبيبي وتكلم رجاء، أبعد الأطفال تكلم. لا عندي مسألة، أنا علي نزل زيني وعم الحكي كل أحرم محرم. نعم. مسألة كورونا ما بدك تسويها. نعم. السنة أنا تمرضت قبل 4 أشهر وقعدت من الشغل ومحتار بها والله شلون. يعني هالسنة أنت ما تقدر تسوي أيضا؟ والله هسه ما عندك 250 دينار. حبيبي نذرك شلون نذرت لو سمحت؟ شلون نذرت النذر؟ نذري كل عشرة محرم أذبح أذبح أحد دجاجة. نعم. إي والله. واضح حبيبي. الله حياك الله حبيبي، الله يعطيك العافية. أبو علي يقول علي نذر كل عاشوراء أن أعمل شيء، العام الماضي كان كورونا ولا زال كورونا، وأنا الآن ماديا ما عندي قدرة على أنه أؤدي الذي علي، يذبح يظهر كم دجاجة، 14 دجاجة ما أدري كذا، يقول ما عندي. فنقول له حبيبي أنت نذرك أصلا نذر هو مو شرعي. نعم أنت تقول أنا نذرت بس هو نذر مو شرعي، لأن أنت قايل أنه على أي حال إذا الله سبحانه وتعالى هالشكل كذا فعني أنا أذبح، هذا نذر نذر غير شرعي، فأنت مو واجب عليك تسويها حبيبي، مو واجب عليك أن تذبح الذبايح أو تطعم الطعام ما دام أنت قدرتك ما موجودة وأنت غير مكلف بذلك. أبو حياك الله مولانا، تفضل. اللهم الله لك الاجر. سلمك الله، تفضل. سيدنا اذا واحد يلاقي حاجه مختلفه يعني فلوس او شيء يعني حاجه جميله ومختلفه يعني يقدر يطلعها من مكانها ويخليها المكان ظاهره للناس على وش يشوفها ظاهره. مو واضح سؤالك حبيبي، مو واضح شنو؟ مخفي ما عثرت على شيء مخفي وبعدين شنو والمن هذا الشيء المخفي تعرف صاحبه انت؟ جعله بلي واضح. ابو حامد يقول انا عثرت على شيء مخفي، يعني اذا شيء مخفي وصاحبه يمكن ما يشوفه، يجوز لي أن أطلع أمام الناس حتى يشوفوه، صاحبه يشوفه وياخذه؟ أخي الكريم يا أبو حامد، يا أبو حامد ما يجوز لك، ما يجوز لك أن أنت تعرض أموال الناس المن للتلف. يعني إذا شيء مخفي أنت طلع تخليه وتتركه هالشكل، قد يجي السارق ياخذه، قد يجي واحد ضعيف النفس يستولي عليه وانت المسؤول. انت ما يجوز لك ان تعرض اموال الناس للتلف. نعم تقدر انت تخليه عندك وتكتب اعلانات ايها الناس من فقد كذا، تكتب اعلانات لمدة سنة، اما انه تشيله من تحت التراب، تشيله مدري من فلان مكان وتخليه هالشكل، يلا للعيان. العيان تدري مو كل الناس طيبين، مو كل الناس على حال مؤدبين، قد واحد يستولي عليه وياخذه وانت المسؤول شرعا، ما يجوز. ابو خالد تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله. سيدنا في السؤال. تفضل. انا عندي تعزيه للامام الحسين. نعم. وعندي دخل للامام الحسن. بلي. فاحتاج بعض الاحيان مبلغ. نعم. هل جائز اخذ من المبلغ هذا مال الامام الحسن اكمل به القبض مال تعزيه الامام الحسين وبعد بالوفاه مال الامام الحسن ارجعه؟ واضح حبيبي، واضح سؤالك ابو خالد، يعني اضيف عليه شيء هو نفس المبلغ خليه. واضح سؤالك، واضح حبيبي، شكرا. يقول الاخ ابو خالد عندي مجلس عزاء للحسين وعندي صندوق الى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه،
وأحتاج مبلغ لإقامة شعائر أبي عبد الله، هل يجوز لي أن أخذ من صندوق الإمام الحسن؟ ما في إشكال. الأموال اللي في الصندوق، اسمعوا جيدا أيها الإخوة، الأموال اللي نضعها بالصندوق، صندوق الإمام الحسين، صندوق الموكب، الأموال الخاصة، يعني صندوق الخاص مو صندوق عام، لا صندوق اللي بالبيت خاص مالتي، يجوز لي أن أطلع هذه، يجوز أن أفتح الصندوق أخذها وأتصرف بها أو أتصرف في شيء آخر، هذا ما في إشكال، لأن لا زال هذا المال وإن كان في الصندوق لا زال هو المال مالك، وإذا مر عليه سنة لازم تخمسه لأن ما طلع من ملكيتك، لا زال ملكيتك. تقول سيدي أنا خليته بالصندوق، نعم خليته بالصندوق بس ما طلع من ملكيتك، بعده مالتك هو، فيجوز لك أن تتصرف فيه ما في إشكال، وحتى لو تعوضه أو ما تعوض هذا الأمر يرجع لك، لا إشكال في ذلك والمال مالك. اللهم صل على محمد وآل محمد. بصمة صوتية تفضلوا. عليكم السلام. إذا شخص صارت يحلق والفلوس الحلاق على الحلاق حرام، إذا شخص حل الحلاق قال فلوس هاي مني لك حلال بس احلق لحيتي تبقى حرام على الحلاق والصار حلال، لأن هو حلله وهب الحلاق، شنو حكمها؟ واضح سؤالك. بل نعم، بصمة صوتية تقول أنه خصوص حلق اللحية أنه لا يجوز للرجل أن يحلق لحيته، والحلاق ما يجوز أن يأخذ الأجور يعني، فالأخ يريد يعني حسب تعبيرنا شوية يشوف طريقة لتحليل الأجرة، يقول يمكن أنه أنا أحلق لحيتي، أقول أحلق لحيتي بعدين أقول له هذه الأجور محللة وموهوبة لك، هاي ما تحلل حبيبي، إذا أجرة اسمعوا جيدا، إذا أجرة 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 لهذا العمل فما يجوز، لأن هذا العمل حرام، الأجرة على الحرام ما يجوز. نعم هاي نعم شوي التفتوا إلها. الأخ يقول أنا أحلقك مجانا، وهذا فعل حرام طبعا، حلق اللحية فعل حرام، يقول أنا أحلقك مجانا، مجانا في أمان الله في أمان الله، بعدين أنت تأخذ له هدية تنطيه، هذا شيء آخر، ولكن نفس العمل اللي قام به حرام ونفس حلاقة اللحية غير جائزة. اللهم صل على محمد وآل محمد.